أحد يشتاق عادي، في أحد ما هو بادي، في أحد ينحب عادي. مرحبا بك في لوكيشن تصوير، وأنا اللي بتفائل فيك خير دايما، وبيروت أكيد فرحانة كنصور فيها من أول جديد. خبرينا عن ما هو بعدي. أول تعامل لي مع ريندا لقديح، مبسوطة لأنها مريحة جدا في اللوكيشن. أغنية ما هو بعادي كلمات تركي المشيقح، ألحان محمود خيامي، توزيع هشام سكران. حلوة الخلطة أنه بحرين، مصر، سعودية، أسماء نور مغرب، ولا ريندا لبنان. في شيء إسباني بيجمعكم؟ يس، بيني وبينك سي 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 سينيور. ان شاء الله ان شاء الله نتوفقوا في الاغنيه، غادي تنزل على العيد. هيدي الاغنيه من مجموعه الالبوم اللي تحدثتي عنه بلقائنا الاخير، انه كان هناك في البوم لا روتانا وهناك البوم مغربي انتاجك الخاص. خبرينا شو الترتيبات وكيف الاجنده حتكون؟ سوفر يعني الاجنده شويه ما عارفه شنو نسبق، يمكن يكون الاغنيه هذه ضمن ميني البوم لان تاخرت كثير على الناس، والالبوم المغربي فاضل فيه تفاصيل معينه وانا دقيقه بزاف عشان شيء كان تاخر. ممكن يكون اثنين ميني البوم او ميني البوم والبوم، لكن ما هو بعادي غادي تكون ضمن ميني البوم انتاج روتانا ان شاء الله. عملنا فوتو سيشن الالبوم ايضا، كاني شفتك تصورتي بلبنان فوتو سيشن البوم، ولا كان لشو هيدا؟ صراحه يعني طول برنامج اللي عملته صوت الجيل الجديد كان دسم بالفوتوز ومدلع الفانس، لانه طول الوقت كيقول لي اسماء مقله اعلاميا، هلا نزلتهم اعلاميا وصور وبدلعهم زياده. ان شاء الله غادي يكون فوتو سيشن للالبوم او اثنين للالبومين او الميني ان شاء الله. مضينا على السيزون المقبل، وامتين حيكون؟ نفضل من يعني كاين حكي على السيزون 2، لكن احنا دابا يلا نرتاحوا. هلا بدنا نرتاحوا، بس انت نجحتوا ثلاثتكم، عملتوا ثلاثي رائع يعني. الحمد لله كان كيمستري كبيره، وكان كان ارواحنا متقاربه. كسبت صديق جديد اللي هو فارس كرم، شخصية من أجمل الشخصيات، أنا فرحانة بزاف أن تعرفت عليه. طبعا فايز سعيد صديقي الصدوق من زمان، وفرحانة أنه الله يديم محبتنا دائما يعني، فكان أرواحنا متقاربة، ضحكنا يعني يا لهوي لو كنت تشوفوا شنو بيصير على يعني في أشياء فني وحلوة، وإحنا مش بنودع بعض يعني على أمل لقاء جديد. كان فينا غصة أنه ما رح نشوف بعض كل ويكاند، وهالتحضير وهالأجواء، ونشرب قهوة بكواليس فايز ويجوا يأكلوا معايا حلو، فأجواء رح غادي نتوحشها بزاف. خلينا نحكي عن لقائك الأول أنت وأسماء المنور، هذا صوت المغربي العربي الجميل. مش بس صوت، أنا تعرفت عليها من فترة واكتشفت عن جد أنه كأنه بعرفها من زمان، قد ما هي قريبة للقلب ومهضومة، ودغري حكينا إسباني سوا يعني صار فيها كون عائلة مغربية أندلسية. ففتنا هيك بأفكار 100 فكرة، وهيك حسيت أنه عنا هيك ماتشينج، في تليباتي بيناتنا، وأكيد إلي الشرف أنه أصور لغنية جديدة رح تشوفوا هيك أسماء بطريقة كتير رومانتيك وكتير هيك سوفت، وعم بشتغل أكتر على جمالها وإحساسها. في خلطة يعني مغربية لبنانية، حكينا إسباني، عم صور خليجي. طب في أحسن من الخلطة؟ بالنهاية بيطلع شيء كله إحساس. فهلا مثل ما شايف عم نصور أوتدور، وصورنا الصبح بالبيت، وهيك مناظر حلوة ومود حلو، يكون كتير هيك وايت وسوفت الصورة، والحمد لله إن شاء الله تكون مبسوطة هي. فعم بشتغل هيك مود كله لابسة أبيض هي، لأنه الكليب تقريبا كله، وهل الإضاءة الصافت على وجهها، وعم بشتغل أكتر على أسماء ما كتير نفوت ديباجة قصة وعجقة عالم وهيك سامبل. وبحس هلأ المودة الكليبات كل ما كنت سامبل كل ما يوصل أكتر للمشاهد، أكيد مع صورة حلوة وتطلع الفنانة حلوة. شايف ورد، في فراق، في لقاء، عشو مشتغلة بدأ، شو الدراما تبعك بهالصور؟
لا هي الفكرة الغنية إنه عادي، إنه عادي حتى لو منه هون، عادي إنه الشاب اللي بتحبه اللي هو زوجة مش موجود بالبيت، بس كل شيء بذكرها فيه. وحتى لو أنا مساج مني، حتى لو الشخص اللي بتحبه منه موجود معك، بتحس إنه في عشق إذا مزبوط بتحبه، لأنه كل شيء بذكرك فيه. وهالوردة مثل كأنه عم بيوصلها لمحل إنه في هاللينك بيناتهم، وهنا هذا الحب اللي بيناتهم. وين حتوصلوا؟ إلى الحب الأبدي. يمكن هذا إحساس أنا عم بحسه وعم ترجمه بهيدا الكليب. في أحد حب عادي، وفي أحد اشتاق عادي، في أحد مهوب عادي. من اهتم بتفاصيل جمالك اليوم؟ اللوك وعر وعر. غزال غزال. أهو أجي 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 أجي. هاي أحمد. كنا عم نحكي من شوي مع عماد هواري أرابيكا إنه أسمى اليوم عاملين لوك ناتشورال من أجواء البحر، أجواء الكليب والبيت، إنه كيف لايت وكيف اليوم شو لبسة الستار الأندلسية أسماء المنور. وحكيت عن المكياج الأول اللي هو ناتشورال لوك، والسكند لوك حيكون شوي بين القوي والخفيف، الثالث حيكون بياخد العقل، ما حيكون في مكياج على قدر ما فيه، هو أشياء ستيل جديد لأسماء ولا الدرس اللي لابسينه. ليلى تفضلي، هيك الفريق كله حواليك. في ليلى شفنا لها صور حلوة كمان على انستغرام. هاي هاي هايين، يعني مش جديد عليك، من أمير الطرب العربي صابر الرباعي لنجوم كتار صورتيون، واليوم أسمى هالوجه الحلو، العيون الحلوة، أدي هالوجه قلبا وقالبا من برا ومن جوا. كندلة لا لا عن جد والله مش بوجه، وحيت أنا مش بوجه، واللي بيعرفها بيعرف أنه مش عم كذب ومش عم بالغ، يعني من الشرف انه اشتغلت معها عن جد. انت اوقات غلافاتك بتطلع من الكليب، معقول هلا من التورناج يطلع شيء؟ لك هو في صور حلوه فيه، بس من الالبوم ما بعتقد، ما بنعرف شيء تفاصيل شو هو، بس ما حدا بيعرف. ما هو بعادي. لا لا تعرف ليه؟ لانه كنا عم ناخذ صور ماراثون، عم ناخذ صور ماراثون سريع سريع سريع، ينزلوا صور يفكروا معمولين باستوديو واخذين شيء 10 ساعات، بينزلوا دعايات بتفكر، بس الحمد لله لانه هي كثير حلوه وتعودنا على بعض، وكان عم يطلع شيء سريع وحلو. اللي اهتم بالشعر كمان تفضل حسن. تفضل اجي اجي حسن، اجي حسن ورجينا حسن. صور حسن. هاي حسن. حسن نحن بنجي لعندك، خبرنا عن شعرات. هلا بنظبط حالي، هلا بعد شوي بنظبط. في مثل لبناني بيقول السكافي حافي، قال مش مظبط حاله. ايه هو مظبط بس شنبات الشعر،